صباح الخير من الدار البيضاء، نديرو معكم واحد جولة صغيرة في مدينة الدار البيضاء. اللي توحشوا الدار البيضاء يشوفوها، يشوفوا التحولات اللي وقعت في كازابلانكا. مرحبا بجميع الأصدقاء، مرحبا. هادي لا ريزيدونس رياض دانفا كازابلانكا، فين كان لونسيان ايروبور دانفا، المطار القديم دانفا. وباقي سيتي غروند ريزيدونس كبيره، باقي كتصاوب ان غران مدينه ان اوتر فيل. هذا ولات مدينه جديده، كتشوفوا دابا الامور كيفاش غاديه، لي غرو لي طالعين ليه. شوف دار بيضاء كازابلانكا، باقي هانتوما تشوفوا باقيين لي طرافو. زعما اون تري تري غروند فيل كاين هنايا، كاين بول فينونسي، والله ما نبعد عليك الدار البيضاء. ديما في البال الوغ. ديما في البال الدار البيضاء، المغرب ديما في البال. عمر لا ننساك.
هذه المنطقة ديال حي حسني.
بغيتيني نساعدك وانت النوراني وانت الكويني وانت اليمني كيفاش وعلاش غدرك علمني
إلى هنا تنتهي هذه الجولة. إن شاء الله يكونوا جولات في الدار البيضاء. هنا راه الطلعة ديال كراج هلال، عم يصاوبوا واحد لالين ديال التراموي، وهنا معمر زرقتوني، معمر هذا المعمر شارع المقاومة، ندوزكم عليه باش تعرفوا الطول ديالو. هذا معمر المقاومة. ما يدوم غير المعقول، ما يدوم ما يدوم.
جاتو ويديرها كي قالو راسو فوالا. مرحبا بكم في المغرب دار البيضاء، مرحبا بكم او ماروك، فوزات شي فو، ما كانش فرق بين المغاربه وجميع الذي يحترم مقدسات وطقوس وتعادات وتقاليد المغاربه. نحييكم والى اللقاء ومرحبا بكم، وديما ان شاء الله لي فيديو ديما مغرب، المملكه المغربيه الشريفه العظيمه.